أهالي سرتم أكثر من شهدوا على محاولات داعش لاستغلال الدين، ومحاولة هذا التنظيم الإرهابي تثبيت أقدامها من باب الشريعة، لكن سرعان ما تبينوا أن داعش وشعار الإسلام الذي رفعه لم يكن إلا غطاء انتهكوا من خلاله مبادئ الإسلام. لم يبدي ذاك الوجه القبيح له، بل على العكس قام بمحاولة تجميل وتلميع صورته أمام الأهالي والسكان، حيث قام باستقطاب الأهالي ومحاولة مساعدتهم والقيام ببعض الأعمال الخيرية التي يدعي أنها جانب من مشروعه الذي يهدف إلى القيام به داخل مدينة سرت بشكل خاص وفي ليبيا بشكل عام. طبعا فأقام المحاضرات الدينية ويقوم بتوزيع المساعدات على المحتاجين داخل المدينة، بالإضافة إلى محاولة استقطاب الأطفال عبر زيارتهم في المدارس، تقديم الهدايا لهم، تقديم الألعاب، محاولة عمل بعض المهرجانات للأطفال لمحاولة استقطابهم وتجميل وتلميع صورة هذا التنظيم. استمر هذا الحال نتيجة للفراغ الأمني الموجود في المدينة سرت عقب سقوط النظام السابق إلى العام 2014، حيث أعلن عن نفسه هذه المجموعات أنها تحت تنظيم أنصار الشريعة. طبعا في العام 2014 وصلت مدينة تدهور الوضع الأمني بشكل كبير داخل مدينة سرت، حيث وصلت الاغتيالات إلى ذروتها، استهدفت كل من الناشطين والحقوقيين، كذلك من يعملون بالأجهزة الأمنية داخل مدينة سرت. طبعا وصلت ذروة الاغتيالات ووصلت عدد الاغتيالات إلى بشكل كبير داخل مدينة سرت، طبعا إلى أن وصلنا إلى العام 2015. في العام 2015 تحديدا في شهر فبراير، لا أذكر اليوم بالتحديد، أعلن التنظيم هذا التنظيم عن نفسه عنوة، حيث أعلن احتل الإداعة والمستشفى والمقرات الرئيسية داخل مدينة سرت، وبث الخطب ل أبو بكر البغدادي، وطالب الأهالي والسكان بضرورة مبايعة الخليفة البغدادي عبر مكبرات الصوت وعبر الإذاعة المحلية. طبعا كانت تمثل الصدمة الكبيرة لأهالي وسكان مدينة سرت عبر ما شاهدوا في ذلك اليوم المشؤوم، وكذلك انتشار كبير لهذه العناصر الإرهابية داخل مدينة سرت التي كانت متخفية ولا تظهر للعيان بشكل كبير.